السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين مشاهدي قناة الصحة والجمال وحلقة جديدة في برنامج حياتنا. حياتنا مليئة بالأحداث، حياتنا فيها حاجات كتيرة جدا، كل واحد بيبقى شغوف في حياته ومشغول في حياته بحاجات كتيرة أو تهمه، في اللي بيبقى مهموم قوي ويعني مكترث قوي وعنده اهتمام بجمع المال، في اللي عنده اهتمام بثقافة أخرى، في اللي عنده اهتمام بشغله، في اللي عنده اهتمام بالكتب والقراءة. القراءة والكتب هي غذاء العقل. حياتنا مليئة جدا بالحاجات الجميلة اللي ممكن تبقى في حياتنا، كل واحد شايفها ان دي اهم حاجة في حياته، ولكن في البعض بيرى ان القراءة والكتابة هي اهم حاجة في حياته. ليه؟ بتطلع كل اللي جواه، بتطلع كل الافكار اللي عايز يقولها للناس كلها عن طريق الكتابة. واحنا كمان امة اقرأ، دي المهم جدا، لازم تكون القراءة هي اول حاجة في حياتها. لما بنيجي نتكلم عن حياتنا وبنتكلم عن القراءة بنروح لحدث مهم جدا في مصر، وهو المعرض القاهرة الدولي النسخة 52 للكتاب. والمعرض دوت يعني مش عايز أقول لك ثقافة عالية جدا، ويعني بيجتمع فيه بوتقة لكل الثقافات المصرية والعربية، وكل اللي عنده فكر بيلقي بفكره في هذا المعرض الجميل. واحنا خلال جولتنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب تعرفت على احد الاشخاص والشخصيات الجميلة جدا، وهو الاستاذ محمد شيخ حسن من الصومال، وهو كاتب وناشر وعاشق لمصر. النهاردة هو ضيفنا في برنامج حياتنا عشان نتكلم معاه عن اهم الحاجات المهمة في حياته قوي، ومنها القراءة والكتابة والنشر. اهلا بيك استاذ محمد شيخ حسن في القاهره، واهلا بيك معانا في قناه الصحه والجمال. مرحبا بيك. اهلا بيك استاذ محمد شيخ حسن. انت من الصومال؟ نعم، اصلي من الصومال. اصلا من الصومال. نعم. واتكلمنا مع حضرتك قبل كده في المعرض، وعرفنا ان حضرتك مغترب في النمسا، وقبل السويد وكندا. السويد وكندا. نعم. طيب من خلال يعني انا عايز اروح معاك لحته كده، وهي بداياتك. نعم. من الصومال أفريقيا. نعم. إلى الغرب أوروبا. تحكي لي كده في عجالة، تقول لي مثلا أنا ابتديت إزاي من الصومال إلى السويد وكندا. فضل. مرحبا بك. أهلا بك. زي ما قلت لك يعني أولا مشكور. ربنا يخليك، ده أنت منورنا. وكمان اللهجه المصريه، انا كنت بتفرج المسلسلات المصريه لما كنت صغير. ايوه. فعادل امام يعني دائما اذكر كان بيقول انا راح الى مصر. ايوه. وانت ما كنت في مصر؟ ايه مش... لا بيقول انا سعيدي مش مصري. سعيدي مش مصري. يعني اللغه المصريه الناس كتير قوي بيحبوها. نعم. اتفضل. فتعلمنا شويه اللهجه المصريه. تمام. الله يرحمه يعني عمي كان واخويا كانوا يعني دارسين في الازهر بدايه الستينات. ايوه. فكان يحكون اللغه الفصحى. ايوه تمام. فعمي قال لي لما وصلت الى مصر 64 اتوقع. قال لي دخلت الدكان فقلت عاوز اشتري قميص. اقول لك يا صاحب الدكان كم هذا الثوب؟ شوف ضمه كمان. ايوه. والصاحب بتقول له يا راجل حتفاكرني شخص عربي ولا ايه؟ يا جمعه تعال في واحد بيتكلم كلام ربنا اهو. اللغه كانت تعامل مؤثر معك. نعم. أيوه. المهم يعني بدا. أيوه. بعدين الافلام والبعثة الازهريه كانت يعني مشهوره يعني جدا في الصومال يعني. أيوه. كان لهم. أيوه. تاثير قوي. أيوه. ولذلك يعني الجذور الثقافة العربية موجودة عميقة في الصومال يعني. تمام. بدايتك بقى انتقلت إلى الغرب. نعم. إزاي؟ إن كنت دائما بحب الدراسة في الغرب. كان عندي بطاقة من السفارة الأمريكية في مقدشو، أمريكا لايبرري. فلما بتشوف الجامعات بتاعهم فحبيت يعني أن أروح إلى هناك. كنت اريد اروح الى امريكا بس ما نجحت. المهم حصلت في السويد. تمام. 81 عام 81. نعم. الحمد لله وصلت الى السويد وكان عمري 22 سنه في الوقت ذاك يعني. فكملت دراستي الثانويه في السويد عام 81 لما دخلت. فكنت افتكرت خلاص يعني وصلت في السويد كمل دراستك الجامعيه وارجع الى الصومال. فوضع سقطوا فخ. يعني زي ما بيقولوا المزارعين ارض خصب للزراعه.
أي. واحد بيروح إلى الغرب يعني عاوز يكسب بس في فخ كبير هناك أيوه. تقع وسهل إنك تقع بسهولة وما تطلع يعني إلا بعد شدة وتعب فخ وشب فخ نعم فخ إنه مثلا بدأت يعني وصلت 81 بدأت يعني اللغة تعليم اللغة تأخذ منك يعني سنة سنتين تأخذ جامعة كلية جامعة ستوكهولم كلية التجارة درست هناك يعني 5 سنين وبدأت ماجستير وسنتين راحت مني تقريبا 10 سنين تمام فحاولت خلاص أرجع بعدين تزوجت فراحت مني 10 سنين يعني من الزواج إلى جبت الأطفال مثلا 10 سنين 20 سنة فرزقني الله بأربعة أطفال ربنا يبارك لك فيعني بعد ربع قرن بدأوا المدرسة يعني مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة فلما قضيت حوالي يعني 25 سنة لي ربع قرن خلاص تيقنت أن لي أني وقعت في الفخ وليس لي أمل أن أرجع إلى الصومال والحروب الأهلية وظروف ما سمعت يعني ما ساعدتنا الحروب الأهلية والمشاكل المشاكلات اللي موجودة في كثير من البلاد الإسلامية مثل الصومال واليمن والليبيا وسوريا وما إلى ذلك تمام فهذا الفخ وفخ يعني واحد يدخلها بسهولة بس ما بيطلع صعب الخروج صعب الخروج منها وخاصة أن هناك مغريات كثيرة جدا وفي فرص وفي كل شيء طب هروح معك لنقطة مهمة جدا نعم كرجل مسلم وأنت بتتعامل مع ثقافة الغرب نعم كيف حافظت على إسلامك بالجالية؟ أكيد كان في جالية مسلمة هناك نعم. وإزاي قدرتوا تحافظوا على الإسلام وسط الغرب؟ وإزاي كان ليكوا هويتكوا الإسلامية في أن أنتوا تنشروا الإسلام نعم. في الغرب؟ وخاصة أن هناك أولاد ولدوا خارج بلادهم نعم. فهناك يعني ثقافة أخرى هم شبوا عليها ثقافة غربية نعم. فكيف كنتوا توافقون بين يعني زي بتوافق بين تلك الثقافة الغربية والهوية الإسلامية نعم يعني هذه تحديات يومية اللي احنا يعني نواجهها في كل يوم فهي مش سهلة بس تحاول يعني كل واحد يحاول بقدر طاقته لا يمكن فلو نفس إلا وسعها بس مش يعني هي عملية سهلة زي ما قلت لك كنا يعني نتوقع أنا يعني أكتب دراسة واشتغل شو برجع لا مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة بعد مرحلة فبدأنا مشروع اللي هو تأسيس المؤسسات الإسلامية مثل المساجد والجامعات والمدارس عشان يعني استيقظنا يعني تيقنا الحفاظ على الهوية الإسلامية نعم ليس لنا مجال إلى الرجوع إلى البلد إلى البلد الأصلي أيوة فماذا نعمل خلينا يعني نركز هون ونحفظ هويتنا الإسلامية واللغوية ابتدوا تعملوا مؤسسات بقى إسلامية هناك إسلامية من خلال المساجد المدارس والمساجد يعني وبرامج كده مثلا الإذاعية بدأناها كل ده عشان تحافظ على الهويه الاسلاميه للاطفال اللي هم لسه هينشأوا نعم لان الطفل اللي انا جبت 4 اولاد لا شافوا يعني ولا الصومال ولا او اول بلد افريقي اللي جبتهم كانت مصر ام الدنيا مصر ان عام 93 ايوه وديت لهم الى الهرم والاهرام والازهر تمام يعني اطفال كده مثلا اول واخر مرة. لكن ما راحوش الصومال خالص لا الظروف كانت يعني ظروف يعني صعبة شوية صعبة شوية حروب أهلية ومشاكلات يعني الحين شوية تتحسن بس ما راحوا ودينا لهم يعني مثلا مرة عمرة ومرة إلى مصر نعطي لهم شوية يعني هذه هوية الإسلام طيب فيعني التحديات هذه أكبر تحديات هنتقل معك بقى مشكلة لمرحلة كبيرة. أخرى في حياتك نعم ومرحلة الهوايات الكتابة نعم. والنشر نعم كنت تحدثت مع حضرتك في أثناء المعرض وقلت لي أنت عامل أكثر من 240 كتاب نعم تقول لي ابتدت إزاي نشأت فكرة الكتابة بقى الهواية عندك بدأت من إمتى وابتدت تكتب إمتى وأهم دار النشر في مصر اللي أنت بتشتغل معاها يعني فضل كنت يعني دائما أحب للقراءة يعني واحد يحب الرياضة واحد يحب الموسيقى واحد يحب للقراءة اتفضل فيعني انا دائما هوايتي كانت القراءه
فقرات ان باللغه الانجليزيه اغلبيه انا ثقافتي ثقافه انجليزيه مش عربيه. طب اتصل ونرجع لحضرتك تاني. مفاجاه. اتصل مفاجاه. نعم. طب اتفضل معانا استاذ اسامه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك استاذ اسامه منورنا. انا اولا سعيد بهذا اللقاء. ربنا يخليك. الذي يضم السيد محمد حسن شيخ الذي شرفنا بالزياره. واحنا في الحقيقه يعني في هذا اللقاء يعني بنشعر ان احنا في الاخوه تجمعنا بين يعني بين المفكرين والكتاب بمناسبه معرض القاهره الدولي للكتاب. أيوة. احنا بتجمعنا زماله بين يعني بصفتي كامين عام لمؤسسه رساله السلام للابحاث والتنوير. ايضا الاخ محمد حسن شيخ هو عضو مجلس اداره المؤسسه. واحنا بنعمل في الحقيقه استاذ هاني في مجال يعني تصويب الخطاب الاسلامي من اجل يعني محاربه الفكر المتطرف والفكر الارهابي. وبناء على يعني دعوه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف الى تجديد الخطاب الديني ونبذ العنف والتطرف وكل المرويات والتي تؤدي الى ما وصل اليه حال المسلمين في العالم من انهم يعني رغم ان الدين الاسلامي يعني دين رحمه وعدل وحريه وسلام الا اننا اصبحنا بنتهم بالتطرف والارهاب. فنحن نعمل على اظهار الحقيقه المشرقه للدين الاسلامي باعتبار ان الدين يدعو للمحبه والسلام والرحمه والتسامح وقبول الاخر. استاذ اسامه انا سعيد بحضرتك جدا واتمنى ان شاء الله تكون معانا في ضيفنا في قناه الصحه والجمال وتطلعنا على اهم الاحداث في معرض القاهره الدولي للكتاب ودار النخبه اللي قدمته السنه دي في معرض القاهره الدولي للكتاب. شكرا لحضرتك استاذ اسامه. انا متشكر لحضرتك جدا. شكرا ليك يا فندم. شكرا ليك. هرجع ليك استاذ محمد شيخ وبنتكلم عن اهم الكتب. نعم. التي اصدرتها وكنت حاسس ان هذه الكتب يعني مهمه جدا في حياتك. نعم. ان بدات ان انا دراستي كانت يعني ان تجاره كليه تجاره فعن طريق غلط ان صرت مدرس طبعا في وزاره التربيه والتعليم فشفت هناك انه في مجال كبير للحوار والتفاهم بين الشعوب والثقافات يعني المتعدده اشتغلت 10 سنين كمدرس وبعدين بدات جمع قصص الاطفال عشان الاطفال اللي موجودين يعني المولودين في الغرب كانت البدايه للاطفال. نعم. هنبقى معانا بعض الصور ان شاء الله هنعرضها لحضرتك دلوقتي لاهم الكتب اللي حضرتك اصدرتها. نعم. كانت بدايتك للاطفال للاطفال تقريبا 50 يعني كتب نشرتها حوالي يعني 50 كتاب للاطفال 50 كتاب للاطفال فالاطفال بتركز يعني الصور الملونه الجميله عشان يعني الطفل جذب للطفل. نعم. فكانت هذه بدايتي. والحمد لله الصور معانا هي على الشاشه. نعم. الصور اللي حضرتك دي بعض الكتب ودي بعض المكاتب دي مكتبه دي مكتبه دي مكتبه اسستها انا في الصومال. يا ريت تكلمني عنها. انت عملت مكتبه في الصومال. نعم. يعني مهم جدا. نعم. ان انت بتحافظ على القراءه برضو. نعم. لابناء الشعب الصومالي. نعم. هذه مكتبة يعني قبل مكتبة بدأناها المعارض الكتب. حضرتك كمان في المعرض اهو. نعم. صورة ليك وانت. أيوة. في المعرض. بدأناها المعارض الكتب يعني فعملناها يعني خمسة معارض يعني خمس معرض مناسبة في الصومال وبعدين شفت انه لا يوجد مكاتب. الحكومة المركزية يعني ان كانت ضعيفة. أيوة. فيعني طالما كان عندي كتب كثير خلاص شحنتها الى الصومال فأسست هذه المكتبة. والشباب بيجون هناك يعني تشجيع للقراءة. الشعب الصومالي شعب يعني شفوي عادة لا يقيم وزن يعني كبير وكثير للقراءة. أيوة. والكتابة. حاولت تضع بصمة بقى حضرتك. نعم. للقراءة في الصومال وتنشئ زي مركز أو مكتبة تكون هي النواة. نعم. لأهالي الصومال أو شعب الصومال وخاصة الأطفال في أن أنت تنمي عندهم هواية القراءة. نعم. طيب. ونفس الشيء عملناها يعني في الغرب اللي عملناها أكثر من 50 عملت أكثر من 50 معرض.
في زي موجوده طبعا صوره في جميع انحاء اوروبا وامريكا نورث امريكا كندا وامريكا كله تشجيع للغراء وحفظ الهويه تمام. هذه كانت يعني بعدين يعني اجانا مشكله اخرى اللي احنا كلها مش عارفين يعني كنا شباب ومتحمسين بس للاسلام وكلنا عاوزين يعني نريد نكسب رزق حلال ونشتغل ودراسه ونركز واطفال وكل شيء يعني اجانا مشاكلات من العالم الاسلامي طوائف وحروب اهليه وجماعات والدين الحنيف اللي احنا كنا يعني متعودين اجانا فكره كلها جديده وخايطه عن الاسلام مش عارف ايه وتخريبات وتدمير ابتديتوا انتوا تفكروا ازاي تضعوا يعني الهويه ان انت تحافظ على هذا الدين الحنيف نعم. من خلال بعض الكتب اللي بتكتبوها وتنشروها ونشر الدين القرآن الكريم والقران الكريم والسنة. وما ارسلناك الا رحمه للعالمين تمام بدك يعني يعني توعيه ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه مش يعني لا اكراه في الدين افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين احنا الله اقليه عليك. الله عليك احنا اقليه ساكنين وعايشين مع الغرب ولكن هنا تاثرنا بديننا نعم. الحنيف يعني التربيه الاساسيه اللي اخذتها انا يعني من وطني رحتها الى هناك ويعني وبس طبقتها بس بسيطه طيب فيعني كيف كانت السويديين كانوا يعني يحبون انت مسلم نعم قل لي دينك فكنا نفتخر مصر نقول لهم يعني انت وين ليبيا مش عارفين الصومال مش عارفين عارفين مصر السودان مش عارفين مصر عسر الاثار والهرم اكيد مصر هي يعني هي المناره للعالم المنارة كله ايوه وقلب العالم الاسلامي طيب. هذا مصر فتقول لي اعطيني فكره عن طيب. مصر وعن فراعنه ومش عارف أكيد. وعن الازهر الشريف وثقافه طيب هروح مع حضرتك لتقرير وهنرجع لحضرتك تاني نعم. هنروح لتقرير بسيط ونرجع لحضرتك تاني نكمل معانا تقرير اعزائي المشاهدين عن معرض القاهره الدولي للكتاب اللي تعرفنا فيه على الاستاذ محمد شيخ حسن وان شاء الله نرجع لكم بعد قليل معانا في التقرير ان شاء الله معانا دكتورة إيمان مرزوق ودكتورة إيمان أهلا بحضرتك أهلا وسهلا زي حضرتك يا فندم منورانا في المعرض النهاردة وشايف إن حضرتك ليكي بعض الأعمال النهاردة في المعرض تكلمين عنها بقى أنا عندي النهاردة مجموعة قصصية اسمها مجاذيب النشوة هي عبارة عن مجموعة قصصية مزبوط شعرية فيها أركان مختلفة أجزاء منها بالعامية وأجزاء منها بالفصحى فيا رب تعجبكم فيها لوحات مختلفة شكل جديد سياق مختلف اتمنى ان شاء الله ان هي تعجب القارئ باذن الله دكتوره ايمان انا عرفت ان حضرتك دكتوره في جامعه في قسم الفيروسات دكتوره الفيروسات يعني ايه اللي جاب الفيروسات جنب المجموعات القصصيه ويعني تكلمينا عن النقطه دي هو الشغف هو دايما كده ربنا بيبقى حاطط جوانا ميول في اتجاهات مختلفه وبيبقى الانسان عباره عن كنز وصندوق مقفول فيه حاجات كتير مختلطه يعني فالفكره كلها امتى وازاي تستغل الحاجه اللي انت بتحبها وازاي تحولها لفكره تطلع للنور ويستفيد بيها الناس ويستمتع بيها فحاولنا نعمل حاجه يا رب تكون اضافه وتعجب الناس باذن الله تكون فيها فكره متشرف بحضرتك مساء الخير مساء النور يا فندم الكاتبه جيهان جمال اهلا وسهلا بحضرتك النهارده انت في معرض القاهره الدولي للكتاب اخر انتاجاتك للمعرض نزلتي بحاجه السنه دي مع الاستاذ اسامه ليا اخر ليالي ديسمبر مسائل المدينه مجموعه قصصيه وليا اوبن داي قبل كده وليا مع الاستاذ اسامه وليا ذاكره انتيك برده مع الاستاذ اسامه وليا ليالي الحسان السنه دي برده بس مع الاستاذه سماح اتشرف بحضرتك يا فندم اهلا وسهلا رجاء حسين اهلا وسهلا يا فندم اهلا بحضرتك نازله المعرض السنه دي باي كتب اللي انت نازله بيها هو كان في من الاول يعني كان في دار النخبه الروايه لتاج رحل ياسمين والسنه اللي فاتت كان كتاب تبسيط قواعد النحو هو كتاب غير تقليدي شويه يعني بطريقه تمثيليات ومسرحه مناهج يعني والنهارده السنه دي ان شاء الله في ديوان عاميه همست ليا الامواج وكتاب بقى جديد اللي هو الألفية الغنائية في القواعد النحوية ورجع
رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين وبرنامج حياتنا، ومعايا ضيفي اللي موجود معانا في القاهرة الأستاذ محمد شيخ حسن من الصومال، الكاتب والناشر. أستاذ محمد شيخ، عايز أسألك سؤال يمكن يكون مهم شوية. وكيف العقول التي في الغرب، التي يعني هاجرت إلى الغرب، هجرة العقول، كيف نستثمر هذه العقول حتى نردها إلى أوطانها ثانية، إلى أصحابها؟ يريد بقى تقول لي هذه النقطة يعني جوهرية ومهمة جدا. والحكومات اللي موجودة في العالم الإسلامي، كانت مصر، يمكن مصر شوية أحسن، أما أغلبية كتب ضيعوها. بقول لك مثلا إن أمريكا وكندا عدد المسلمين 2% 2%، و 10% الأطباء من المسلمين، 10% جميع الأطباء اللي موجودين، يعني في كندا عقول، هي العقول ما شاء الله، الدكاترة ومهندسين يعني وفي كل المجالات، كل شيء موجود. احنا بدناها الحين اللي اللوبين والسياسه، مثلا إلهان عمر الحين يعني موجوده مثلا في الكونغرس، اللي يعني الناخبه الصوماليه، والرشيده طالب مثلا، والوزير الاسكان والوزير الهجره، وحاليا وزير الشؤون الاجتماعيه في كندا احمد حسين، وكمان هو اصلا من الصومال. فيعني عندك جاليه قويه ما شاء الله موجوده في الغرب. كيف نستثمرها بقى للرجوع لأوطاننا؟ هذا تحتاج إلى عقول وإلى استثمار وإلى يعني تطوير فكرة بشرية على مدى طويل، لاسترجاع هذه الثروة البشرية. طبعا أنا أعطيكم مثلا في كثير من الطلبة يعني المسلمين أو العالم الثالث والغربيين اللي بيهتمون التراث المصري، ايجيبتيولوجي، الاهرام. نبداها مثلا على سبيل المثال، يعني الحكومه المصريه المفروض تستثمر الجامعات، جامعه شمس، جامعه القاهره، وجامعه شمس، وجامعه اسيوط، والازهر، وما الى ذلك. المفروض يعني يكون عندهم كليات المهاجرين، كليه الهجره، اللي تركوا منك ملايين، عددنا احنا تقريبا 7 مليون بس لوحدها في يعني كندا وامريكا. فتعمل برنامج جامعيه استراتيجيه بالنسبه للتعليم العالي في مصر. الحمد لله احنا عندنا جامعات كثيره جدا في كل المجالات في كل انحاء الوطن العربي، ولكن احنا في مجال التطوير ومجال الاستثمار للعقول البشريه في كل انحاء العالم، من المصريين في كل انحاء العالم حضرتك اثبتوا وجودهم، من اطباء لمهندسين لدكاتره، كل ما تحتويه العقول هتلاقيها في العقل البشري المصري، خاصة لمساعدة جميع الدول العربية والأوروبية. عشان كده تلاقي العقل البشري المصري غالي شوية بره شوية في جميع الدول العربية وجميع الدول الأوروبية. وأكيد حضرتك بتشوف أن الغرب لما بيجي بيسأل عن المصري الأول. وحضرتك لما بتيجي أي بلد في العالم أنت بتروح مصر أول بلد، ومضيع على أساس أن أنت بتحس أن أنت في بلدك، ما بتحس أن أنت في بلد غريب. يعني أنت بتحس أن أنت في الصومال برضو، بس بلدك هي مصر. بتحس أن أنت ولادك لما بتيجي تجيبهم جبتهم مصر، ما ودتهمش الصومال، على أساس أن مصر هي أم الدنيا. ومصر هي شمس الحضارات. عايز أقول لك أن أنت النهاردة كنت منورني، وكنت ضيف عزيز علينا جدا في مصر وفي قناة الصحة والجمال، وسعيد بالكتب بتاعتك، 250 كتاب، يعني حاجة مشرفة. وإنك تعمل مكتبة لأهالي الصومال وأنت في الغرب، دي حاجة برضو الوطن في دمك، وخايف على ثقافة الأطفال في الصومال، وبتعمل على تقويض ثقافتهم وهويتهم الصومالية في أن أنت بتنشئ لهم الكتب، وتكون القراءة ليهم حاجة جميلة جدا. أنا بشكرك أستاذ محمد شيخ حسن، وعلى أمل وعد أن أنت تكون معنا إن شاء الله في حلقات أخرى. أعزائي المشاهدين، لا يسعني في نهاية هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ محمد شيخ حسن، الكاتب والناشر من الصومال، وجي في مصر هنا أم الدنيا عشان بيحب مصر. يا ريت احنا كمان نحب مصر قوي ونحافظ على هويتنا، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامج حياتنا، كان معكم هاني الفرماوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.